وطن دفعوا الثمن دم غالي كان الثمن كل اللي منحبهم صار تايت وطن دفعوا الثمن دم غالي كان الثمن عيونك وطني أنا صوتك بيتي أنا يا أول زمن ويا آخر زمن هذا العرض كان مفروض ينعمل بإطار معين وتكريما لشخص مهم موجود معنا وهذا الشخص هو غازي عبد يلي بعتقد انه بهذا الجو الوحدوي اللي موجود بالبلد اذا اليوم كلكم اشتغلوا مع بعض وما بقى حدا بيعتبر حاله مستهلك واذا الي طلب هو انه الله يعطيني العمر تقدر لاحق الملف للاخر سمعتي لك شو واحد على كرسي بيقود مظاهرات وبياكل خبيط بتتكسر الكرسي تبعه وما فرقاني معه بتمنى انه يضل في هالايمان وهالقوه تقدر اشتغل وبنفس الوقت بتمنى انه الوضع كله ببلدنا يتغير ويصير الانسان بالفعل له قيمه انسانيه وتكون حقوق الانسان هي المعيار لاي تحرك لاي سياسه بتنعمل بهالبلد.